خلينا ناخد على التليفون دكتور شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث. دكتور شريف صباح الفل، وكنا مع بعض متابعين الاسبوع اللي فات واللي قبليه، وحاجه كانت حلوه جدا وحضرتك كنت متفائل جدا، وفعلا النتيجه دلوقتي او النتائج حاجه تشرف. طبعا كل سنه وانتم طيبين، صباح الخير. صباح الفل. كلها نتيجه رائعه طبعا امبارح بفوز بطلنا محمد الجندي في المركز الثاني وميداليه فضيه على مستوى الكبار. والناس لازم تعرفوا ان محمد الجندي هو الشقيق الاصغر لاحمد الجندي صاحب فضيه اولمبياد طوكيو الماضيه، وان احمد كمان شارك لاول مشاركه ليه بعد الاصابه وبعد العمليه وبعد التاهيل اللي كان المفروض ياخد 6 شهور، انما بعد 3 شهور ونص يمكن عملنا له تيست وكان جاهز. مش بجهز بنسبة 100%، أنا بجهز بنسبة 85-90%. قرر الاتحاد إن هو يشارك وأحرز المركز الخامس على مستوى الكبار في أول مشاركة، ودي برضه بداية مطمئنة جدا الحقيقة لينا. وفريق نفسه فريق مصر أحرز المركز الخامس على مستوى الفرق إمبارح. إمبارح برضه كان نهائي السيدات، وكانت مفاجأة طبعا البطولة، الحصان الأسود البطولة كان ملك خالد إسماعيل لاعبة منتخب مصر للناشئين والشباب مواليد 2005 اللي قدرت توصل للنهائيات، والنهائيات عندنا افضل 18 مع بطلتنا سلمى ايمن صاحبة الميدالية الذهبية طبعا في اولمبياد الشباب 2018 لو تتذكرها. وسلمى قدرت تخلص المركز السادس على الكبار وهي مواليد 2000 برضه لسه صغيرة، فده كله يعني نتائج مبشرة. ملك طبعا خلصت المركز ال 18 لانها لسه برضه قدامها مشوار كبير، والفريق نفسه تكملته كانت أميرة أمثيل أحرزوا المركز الرابع يا دوبك يعني ما خدناش ميدالية في الفرق. نتائج الحقيقة رائعة زي ما حضرتك قلتي، الذهبية والفضية في أول يومين في زوجي السيدات أميرة أمثيل وهايدي عادل، ثم وفضية الرجال أحمد أشرف وإسلام حامد. نتائج أكثر من رائعة. النهارده هو الختام الفعلي للبطولة بزوجي المختلط، نحن مثلنا في سلمى ايمن ومحمد الجندي. نتمنى برضه لهم التوفيق. 19 فريق النهارده بيلعبوا في الزوجي المختلط او 19 دوله. ان شاء الله ان شاء الله يمكن ربنا يكرمنا بميدالية اخرى ويبقى مسك الختام ان شاء الله. باذن الله كل التوفيق، بس على الارض في بجد تطور وفي شغل، وده اهم شيء ان الناس تشوف شغل بيحصل وفي مجهود بيبذل وفي تنظيم عن الفتره كمان اللي فاتت، فكل التوفيق. واحنا بنشكرك اكيد وبنشكر اكيد اللعيبه بتاعتنا وابطالنا. شكرا ليك جدا يا دكتور. شكرا.